هي طبعا الواجبات اصلا بتوصل يعني متاخر، هو يعني شكرا للي ارسله، فده بياخد وقت عشان اراجعها، ولكن عشان التمرين مستمر بتاع ماده رحمه فدوت يعني انت كده كده بتصحح لنفسك بناء على اللي احنا بنقوله او بنزود فيه، لكن هو هيهمني النهارده يعني سورة المزمل، وإن إحنا مع بعض نختار وقت أنسب لقراءة القرآن مع بعض المبادئ بقى اللي هنتدرسها مع بعض أو الأسئلة نفسها. فكنت طلبت عشان الناس اللي لسه داخلة يعني يبقى معانا بس كتاب تفسير اللي أنت استعنت بيه في قراءة السورة، ونبدأ نتناقش حوالين السورة الواحدة. فمين حابب يبدأ يا جماعة؟ الأستاذ عيد من الناس اللي هي مبادرة ودايما بتقدم التمارين في ميعادها، فبشكره. طبعا الأستاذة فريدة بشكرها. شكرا شكرا لسعادتك فندم. ممكن تبدأ حضرتك لو حابب. أستاذ عيد معايا؟ ايوه يا فندم، السلام عليكم اتفضل. ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام السلام عليكم. ورحمة الله. اشكر سعادتك كتير جدا، وربنا يجزي خير ويزيد من ويزيدكم علما يا رب وتوفيق. انا مش من اصحاب العلم، ولكن انا يعني هم القوم لا يشطى بهم جليسهم، كلنا فانت نتعلم يا أخي، فده كلنا طلاب علم. طوق النجاة بالنسبة لنا أن الواحد الصحبة الصالحة. يعني من خلال قراءة سورة المزمل، فأفضل قراءة أفضل وقت لاختيار الوقت الأمثل لقراءة القرآن عند صفو الذهن وصفو البال من اي اشغالات، من اشغالات الدنيا واي اشغالات اخرى. بيتمثل الوقت ده بيبقى في زي ما ذكر، ان ناشئة الليل هي اشد وطئا واقوى مقيل، إن شاء الله. وكل ما كان الوقت اقترب من الفجر بيكون افضل، يعني وقت التنزل الالهي يعني بيكون وقت يعني اقرب للخشوع. ده اللي استشفيته سعادتك من قراءة السورة. طيب هو أنت ممكن تقرأ لنا، يعني أنت هل بحثت في السورة في تفسير ولا ايوه تفسير إيه بقى؟ لو ممكن تقرأ لنا يعني حتى تفسير الآية دي، بس إن إحنا نبقى بنتكلم بدليل، ولو الدليل القرآن بينص على كده يبقى طبعا الله سبحانه وتعالى أعلم بأفضل أوقاته وأفضل وقت للانتفاع. فإن شاء الله نقول سمعنا وأطعنا، فإحنا بس عشان كده محتاجين نتكلم. التفسير السعدي بيقول سعادتك في تفسير سورة المزمل، بيقول: يا أيها المتغطي بثيابه قم للصلاة في الليل إلا يسيرا منه، قم نصف الليل أو انقص من النصف قليلا حتى تصل إلى الثلث، أو زد على النصف حتى تصل إلى الثلثين. واقرأ القرآن بتؤدة وتمهل مبينا الحروف والوقوف. وذكر في الآية الثانية: يا أيها المتغطي بثيابا، ذكر نفس الكلام ساعتك. معاك إنا سننزل عليك أيها النبي قرآنا عظيما مشتملا على الأوامر والنواهي والأحكام الشرعية، وإن العبادة التي تنشأ في جوف الليل هي أشد تأثيرا في القلب وأبين قولا لفراغ القلب من مشاغل الدنيا. دي يعني ده المرجع اللي الواحد رجع له. يعني طيب بارك الله فيك، خلينا نركز في الآية نفسها، يعني قرأ لنا تفسير الآية: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. نعم فندم. هنركز على الآية، يعني حضرتك بدأت بالسورة بعض الآيات في السورة، لكن إحنا عايزين نركز على تفسير الآية. يعني أنا نركز على تفسير الآية. إن إن العبادة التي تنشأ في جوف الليل أو تنشأ في جوف الليل هي أشد تأثيرا في القلب وأبين قولا لفراغ القلب من مشاغل الدنيا.
فإن لك في النهار تصرفا وتقلبا في مصالحك واشتغالا واسعا بأمور الرسالة، ففرغ نفسك ليلا لعبادة رب. ما شاء الله، بارك الله فيك. يعني احنا هو يمكن دي النقطة اللي بتقابلنا، يمكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان منشغل بدعوة الناس وهي يعني في أثناء النهار، وهي يعني عبادة عظيمة. ويمكن ومع ذلك الله سبحانه وتعالى يعني أمره بقراءة القرآن في الليل، أو وجهه لقراءة القرآن في الليل والقيام به، لأن ذلك أكثر تأثيرا في القلب، بالإضافة إلى الانشغال في وقت النهار يعني يمنع أو يعني يقلل من نسبة إنك تستطيع ترتيل القرآن ترتيلا يجعلك تعمل به. فاختيار الوقت هنا مناسب، فإحنا ممكن يعني هنخلي بس ولو نص ساعة، يعني إحنا يعني يمكن أنت أما تستشعر هذه الحلاوة ترتيل القرآن في الليل، يعني زي ما تحب، حابب تقوم به، تمام، حابب إن أنت تقرأ فقط، يعني هذا الاختيار لك. ولكن إحنا هنبدأ بنص ساعة في الليل، ويا ريت تكون هي اللي هي بنطلب فيها مثلا واجب من الواجبات، فنحاول إن إحنا نخليه كده بحيث إن إحنا نشوف أثر ذلك علينا ونستمر عليه. هو ده يمكن ده محور اللي احنا يعني عايزين نوصل له، بس انا عايز كل واحد قراءته ايه للموضوع وكيف يتعايش معه. هنتكلم بقى هنا في التعايش، الآية يمكن واضحة وصريحة وبالاستعانة بكتب التفسير وضحت لنا، ولكن احنا حابين تجربة كل واحد. انا بشكرك جدا استاذ عيد. مين حابب يا جماعة يشارك بعدها؟ ألو، طب اللي حابب يشارك كتابة يعني. دكتور سامعينك، السلام عليكم. سامعني؟ طيب تمام. طب إيه اللي حابب يشارك كتابة مثلا؟ طب لو تحب تشارك يا شنسون. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، جزاك الله خير دكتور على شكرا. العلم اللي تقدمه. والله شوف، أنا من قراءتي للآية، هي الآية واضحة يعني فيها بجوز بعض الكلمات اللي بدها تفسير، أو بعض يعني واحد ممكن يستعين بالتفسير، ما في مشكلة. لكن سبحان الله، هو في خطاب يعني مش بالتفسير، خلينا نحكي بالآية بشكل عام، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، ويعني أيضا للمسلمين يعني المؤمنين، يعني ممكن أنه مثلا لقيام الليل، خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لقيام الليل، ويعني متضمن يعني والله تعالى أعلم يعني، وهو أكيد يعني في أجر للمؤمنين بقيام الليل أكيد 100% طبعا. فلما احنا نشعر ان الله عز وجل بخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو بخاطبنا ايضا كمان، لانه هاي عباده لعبادته لقيام الليل. وبعدين الله عز وجل قال يعني في الايه، وذكر انه عباده الليل يعني زي ما ذكر الاخ اشد تاثير في القلب يعني، واحنا استعنا برضه بالتفسير يعني عشان توضح الايه، إنه عبادة الليل أشد تأثير على القلب، ما في انشغال، ما في انشغال بالدنيا ولا يعني هموم الدنيا ومشاكل، يعني بتكون صافي ذهنك بالليل وكذا. ففيها ذكر في الآية صريح في السورة كاملة، صريح بعبادة الليل. وثم الله عز وجل يعني توعد يعني الكافرين المكذبين وبيان عقابهم، وذكر الله عز وجل يعني انه بعث لقوم قبل يعني ان ارسلنا اليكم رسولا شاهدا عليكم كما ارسلنا الى فرعون رسولا، يعني بخاطب القوم زمان الرسول صلى الله عليه وسلم، انه مثل ما بعث الله عز وجل لكم رسول، بعث لناس قبلكم رسل وانبياء. بعدين في الايات يعني خلينا نحكي الصفحه بعديها، إن ربك يعلم
أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. ذكر أنه في يعني مؤمنين أيضا بيقوموا الليل، وذكر أنه يعني في منهم مثلا ما بيقدروا مثلا يقوموا مثلا في الليل كامل. يعني قال الله عز وجل: علم أنه سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض ويبتغون من فضل الله، وآخرون يقاتلون في سبيل الله، فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، واستغفر الله إن الله غفور رحيم. يعني خطاب يعني بشكل عام للنبي وللمؤمنين بقيام الليل والاستغفار وإيتاء وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وما تقدموا لأنفسكم خيرا. يعني سبحان الله، وآية سبحان الله عظيمة يعني كباقي الآيات. نعم، جزاكم الله خير يا باشمهندس. طيب يعني هو أنا عايز بس أشوف إيه، يعني أنت كيف تعايشت مع الآية بعد ما قرأت التفسير؟ وده يمكن إحنا ده التطبيق العملي اللي إحنا بنتكلم وشعرت في فيه. تقصيرنا يعني في قيام الليل، وشعرت في تقصيرنا في العبادات. سبحان الله، والله عز وجل يعني يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا: ما حالنا يعني احنا؟ يعني الله عز وجل، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني يقيم الليل، وكان كما ثبت عنه يعني الرسول صلى الله عليه وسلم سؤال ستنا عائشة له: تقوم الليل وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ ما بعرف إذا يعني بجوز في النص، يعني نسيت بعض الكلمات. فهذا الله عز وجل بخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم هيك، فما بالك يعني إلنا المقصرين إحنا ومنشغلين في هذه الدنيا. طيب خلينا يعني نفكك اللي احنا بنقوله كده عشان نربطه بالتوحيد. في البداية انت يعني رأيت ان الله سبحانه وتعالى يكلم رسوله في هذه الآيات، وبدأت تحس ان هذه الآيات ايضا موجهة لك. فإذا كانت موجهة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقوم ليل بالفعل، فنحن مأمورون ايضا بذلك. هذه نقطة. النقطة الثانية، أنت أحسست بالتقصير، فمعنى ذلك إن أنت يعني أنت حسبت نفسك، يعني أنت بعد ما فهمت الآيات وحاولت تنزلها على قلبك، بدأت إنك يعني تحاسب نفسك بيها، يعني أنا بأخالف هذا أو أنا مقصر في ذلك. نعم صحيح، فهل ده حصل؟ أنا عايز بس أشوف إفعال. يعني إحنا بنطبق عمليا اللي إحنا قلناه، إحنا جبنا صورة المفترض إن هي صورة ميسرة، وطلبنا قراءة التفسير بحيث إن كل المعاني تبقى واضحة. فكان يهمني بعد لما وصلت للمعنى اللي هو هتدبر بقى إزاي. في البداية أنت بدأت تحس إن الآيات دي لما تخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم فهي تخاطبك. فإحنا بدأنا نحاول إحنا لسه برضه في المراحل الأولى نجعل هذه الآيات تتنزل على قلوبنا، أو يعني وكأن هذه الآيات تخاطبني أنا. وده نعم أول حاجة. تمام، طبعا قبل كده الهدف ان انا حاولت ان انا اهتدي، يعني انا بحاول اوصل الى الاهتداء بالصوره، فوضعت هدف ليا اللي هو انا عايز اهتدي بهذه الصوره. معنى ايه ان انا حطيت الهدف ده؟ يبقى المفترض ان انا لو فهمت الهدف ده ان انا هطبقه. يعني اذا انت وجدت ان قيام الليل ده حاجه الله سبحانه وتعالى امر بيها، او احنا يمكن برضه مش مركزين قوي على قيام الليل في النقطه بتاعت المحاضره دي. يعني انا اذا قمت بالترتيب الليله اللي هو في الوقت اللي هو عدم انشغال القلب، فانا هكتفي ان ده هو الحد الادنى بالنسبه لي. فاذا انا وجدت ان في توجيه من القران بذلك، فانا عليا ايه؟ هدف ان انا امتثل لذلك. يعني الاهتداء ان انا بمتثل بما امر الله سبحانه وتعالى. العمل. نعم صحيح، فاحنا بنحاول ان احنا نتنزل، يعني الايات تنزل على القلب في البدايه افهمها، بعد ما فهمتها خلاص انا فهمتها. للاسف اللي كان بيحصل ايه، وعشان كده انا بقول ان احنا في الدوره ان احنا يعني نتعايش اكتر مع الايات. مفيش مشكله ان احنا نقرا في التفسير، ولكن نتعايش اكتر من الايات. ان احنا كنا بنقرا الايه وعرفنا تفسيرها وخلاص، الموضوع بقى مجرد معرفه.
معلومة، أنا خدت معلومة إن الآيات دي بتتكلم عن كذا، يقصد بكذا كذا، وخلص، والموضوع خلص. لأ، إحنا عايزين بقى بعد التدبر فيما وراء المعنى. أنا فهمت المعنى. لا، في آيات بقى بتتكلم الرسول صلى الله عليه وسلم وهو كان يقوم الليل وكان وقد غفر الله سبحانه وتعالى ما تقدم ذنبه وما تأخر، ومع ذلك كان مستمر في العبادة لآخر الحياة. النقطة الثانية ترتيل نفسه بقى، يعني الترتيل يعني ليس مجرد قراءة عابرة، يعني إذا أعطينا كل حرف حقه وحاولنا نفهم الآيات ونتوقف عندها. يعني لو ممكن، لو معاك كتاب التفسير نشوف يعني السعدي مثلا يعني ازاي فسرت القرآن تفصيلا مثلا. لحظة بس دكتور. هي المحاضرة دي تفاعلية، بس هي فكرتها التعايش، بحيث إن أنا أخرج يا جماعة الموضوع مش معلوم، الموضوع لازم نجربه. هنبدأ بنص ساعة ونفضل نزاول فيها، ونفضل الله إن إحنا بدأنا شعبان فاقتربنا من رمضان، فيمكن الله سبحانه وتعالى يجعلنا بنحضر لهذه الدورة. أقرأ دكتور اتفضل. تفسير الآية الرابعة: يا أيها المتغطي يا أيها المتغطي بثيابه قم للصلاة في الليل إلا يسيرا منه، قم نصف الليل أو انقص منه النصف قليلا حتى تصل إلى الثلث، أو زد عليه أو زد على النصف حتى تصل إلى الثلثين، واقرأ القرآن بتوديئة وتمهل مبينا الحروف والوقوف. هذا هو يعني معنى الترتيل. طيب تمام، أنا معايا مثلا اللي هو تفسير الكريم الرحمن في تفسير كلام منان للعلامة السعدي برضه. هو بيقول: ورتل القرآن ترتيلا، فإن ترتيل القرآن به يحصل التدبر والتفكر وتحريك القلب به والتعبد بآياته والتهيئ والاستعداد التام له. فإحنا عايزين إن الترتيل بتاعنا يكون بهذا الشكل، منه أحصل على التدبر، يتحرك القلب، أنا بستشعر وأتعايش مع الآيات، أتعبد بهذه الآيات، وبتهيأ يعني وبستعد دائما باستقبال هذه الآيات. يعني القلب لكي يستقبل لابد أن يكون يعني نقي، يعني نطرح الذنوب منه، نبادر بالتوبة، نحاول أن نهيئ قلبنا لاستقبال كلام الله سبحانه وتعالى لكي نقول سمعنا وأطعنا. جزاكم الله خيرا يا شمس، وأطلت عليك عذرا. لا بسيطة مهندس، يا دكتور. طيب الدكتورة بقية قادري كاتبة على النت، يعني برضو تابعوا معايا اللي مكتوب، لأن عندها النت ضعيف، فهي بتقول الله هي يعني تطرقت لنقطة جميلة جدا، وكاتب: ثم الله ذكر كل حالات الناس من مرض والعمل وغيره، كأنه لا عذر لنا لابتعادنا عن القرآن ما دام قال لنا اقرأوا ما تيسر. فدي نقطة جميلة جدا، اللي هو إن إحنا بنقرأ ما تيسر لنا، تمام، وبالتالي فكل أحوالك تستطيع قراءة القرآن الكريم يعني. بارك الله فيك. طيب حابب يشارك؟ طيب الأستاذة فريدة كتبت: وردت القرآن ترتيلا، كتبت: عند تدبر هذه الآية نجد أن الله جل جلاله ربط بين قيام الليل وقراءة القرآن، فالليل أفضل وقت للتدبر والتأمل، أنه وقت صفاء من التجليات، كما أن فراغ القلب في الليل له أثر في الحفظ والفهم. ورتل القرآن ترتيلا في الآية دعوة إلى التمهل والتأني في قراءة القرآن، وضرورة الاعتناء بجودة التلاوة وحسن الأداء، وهذا مما يساعد على فهم القرآن وتدبره وتفكر في الآية. فشكرا أستاذة فريدة.
طيب دكتورة دعاء تحب تشاركي؟ ألو، الصوت واضح يا جماعة؟ باشمهندس عمرو، سامعك يا دكتور، طيب سامعك. تمام. طيب حب تاني حابب تشارك يا جماعة؟ يبقى احنا هنا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا دكتور، اتفضل. أهلا بحضرتك يا دكتور. والله أنا بعتذر، لأن أنا كان نفسي يعني أنا دلوقتي لسه بقرأ في صورة المزمل، يعني لو طلعت حاجات حابة أكتبها على الخاص، لكن أنا يعني بس حاجات بسيطة كده اللي أنا محتاجة أقولها. حاجة كده اتعلمتها الأسبوع اللي فات فحضفها، وحاجة أنا عارفاها من قبل كده، والحاجة التالتة تصور كده. وأنا يعني أنا لما بقول تصور مش محتاجة، إن مش ببقى حاسة، ببقى حابة كل المشاركين يتخيلوه معايا، عشان لو في نقاش زي ما حضرتك قلت، هو يعني بيقوم المجلس ده والدرس ده على التحاور، فنناقش بعض عشان نطلع بـ 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 بالح بالوضع الأصح في الفهم. يعني هو حقيقة أولا أول شيء في المزمل دي عارفاها من زمان، يعني إن يعني إيحاء أول كذا آية بيتحدثوا عن الليل، وإن إن الطلب أسلوب النداء، أسلوب إنشائي، أسلوب بياني، يعني نوعه إنشاء، وهو نداء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ممكن يكون هناك قاعدة قد نس يعني يعني نراها في تلك الآية، اللي هو القاعدة دي أن العبرة عند الأصوليين وفي أصول التفسير، ليست أن العبرة ليست أن العبرة بعموم اللفظ وليست بخصوص السبب. يعني هذا نداء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يجي البعض يقول قيام الليل ده منوط بمحمد فقط، والدليل القرينة اللي اقتنعت بيه الدليل إن هو بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يعني هو خصوص السبب فين؟ إن هو نداء إلى سيدنا رسول الله. فهل هذا معناه أنه خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم فقط؟ لا، وإنما هو نداء لعموم الأمة بقيام الليل. وهنا يأتي ضوء السنة في تفسير ذلك أيضا من فضائل قيام الليل وأثره والأثار التي وردت فيه والأثار الواقعية التي تخص كل مسلم عندما يقيم الليل، ماذا يشعر أو ماذا طلب من الله عز وجل. وقد لبى الله عز وجل طلبي والله، وانا متاكده ان انا مثلا عندي حاجه حصل لي من شهر، وانا متاكده ان كل حد فينا اهتم الامر قيام الليل في وقت عصيب، سواء بقضاء حاجه او استخاره او طلب من الله او صلاه مطلقه سنه عنده التزم بها يرى اثارها في حياته، اثارها في حياتي. طيب، دي القاعدة الأولى، أن العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب. الشيء الثاني إن الله عز وجل بينادي سيدنا محمد وبيقول له قوم، ما قالوش في النهار ولكن قال له في الليل. فهل لهذا مدلول خصوصية الليل عن النهار؟ هل المسلم عندما يصلي ويقوم بخلوة في الأيام في النهار، في صلاة الظهر، بعد صلاة الظهر، بعد صلاة العصر، ويجلس لله عز وجل، هل هذا صالحا ولكنه أقل مثلا من الليل؟ لا، ولكن ما خصصة الليل في الأمر؟ يعني قرأت في بعض التفاسير، لأن يقول لك كده الخلوة بالله وخاصة في الليل قد تكون سببا في استدرار الرحمات الإلهية والمنح الحكمية وآتاهم تقواهم. أما قوله تعالى إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، فإن أوقات الخلوة لا تخلو من عمل صالح في ليل أو نهار،
وذلك لأن الليل أسكن والروح فيه أيقظ والقلب فيه أفرغ من شواغل العالم، فكأنه المقصود الأهم للعابدين. يعني اللي عاوز يعبد حيكون الليل هو أنسب حالا لقلبي مع ربي. دي النقطة التانية. النقطتين الأخريتين بقى أستاذنا تخص إن أنا مثلا لما تحدثنا في الحلقة الماضية وحضرتك تقريبا أكدت الكلام اليوم في أول المحاضرة، قلت إيه؟ قلت إن إحنا قرأنا نص ساعة في المعنى، هنخرج بإيه؟ هنتدبر بإيه؟ صح كده؟ هو حد معايا؟ أنا معاكي سامع. نعم. هو الإخوة سامعين ولا محد سامعني؟ مسموع. طيب في حاجة كده بقرأ فيها يعني حاجة اسمها إحنا بيتقال عن التفسير أو العلوم الإسلامية عموما إن إحنا علومنا دي تخص الغيب، وبتقولوا عليها إن هي تخص الروح، فإذا هي لا تتعامل مع العقل، فبالتالي أنتم تهمشون عمل العقل تماما. ده كلام الحداثيين أو كلام الفلسفة الغربية عموما اللي هو كانت وديكارت، كل الناس دي أسست للمعاني دي. تمام. طيب لما احنا نيجي نتحدث عندنا هو فعلا، طب هو كلام أي مسلم بيسمعه بيكون لديه شبهة فعلا، هو كله جنة ونار ومحدش شايف ومحدش حاسس، وإن كان الكون المنظور دليل على وجود الله ودليل على آياته ودليل على كلامه اللي هو القرآن الكريم المعجز. طيب هل هناك خطأ؟ هناك خطأ، هناك خطأ في تسويق المسلمين لمعانيهم القرآنية ولكلام الله عز وجل. من ناحية هدخل في الكلام على طول عشان تحاولوا تتصوروا كلامي، إن هل هذا معناه إن كلامنا مش عقلاني، إن القرآن مش عقلاني؟ لا، القرآن بكلام رسول الله صلى الله عليه وصحابته هو معجزة عقلية، لأن لما نيجي ندرس في علم أصول الفقه علوم الآلة وعلوم غير وعلوم مش فاكرة إيه، من ضمنها اللغة العربية، يعني من علوم عمل العقل هي اللغة العربية، فهي أداة من أدوات فهم القرآن الكريم، والقرآن الكريم هو معجزة عقلية تتناسب مع زمنه ومع طبيعة العالمين جميعا وليس المسلمين فقط. وكل نبي نزل في عصره، عصر ده بقى اللي هو لو نبي في القدس وكان أهل الشام كلهم حواليه، ولو نبي في بابل كل العالم سمع به، كان يأتي بمعجزة أهل هذا العصر. سيدنا موسى معجزة فرعون معجزة ببعض العلماء كده قال إن هي رياضية، أو صنعوا أهرامات، عملوا هندسة، علم الرياضة والميكانيكا اللي خلوهم اللي هي فروع الرياضة كلها اللي وصلتهم يصنعوا هرم بمقاييس ضغط وضوء وزمن معين. نزل سيدنا موسى بالسحر اللي هو يعجز أمامه العقل. سيدنا عيسى كان زمنه الطب، نزل بالأكمة والأبغص وأحيي الموتى بأمور تخص القدرة والإعجاز في الطب ويشفي والشفاء. طيب مين بقى؟ سيدنا محمد نزل لإعمال، يعني معجزته نزلت لهذا العقل لإدارة أمور هذا العقل، وهذا العقل هو خادم للشريعة وليس سيدا في ذاته أو إله في ذاته كما يروج هؤلاء. طب كيف هو معجزة عقلية وبنفس ذات الوقت هو لا يتعامل إلا مع الغيبيات التي لا يتعامل معها العقل لأنه لا يراها؟ لا، إذن إحنا محتاجين كمسلمين نعيد تدبرنا أولا قبل ما نتدبر القرآن في تلك الأفكار والمعاني، لأنها هتحطنا على الخط المستقيم لإدراك المعنى، لرد الشبهات التي تدار حول قضية التدبر في ذاته. لماذا أتدبر؟ إيه أول أداة ووسيلة عندنا للتدبر؟ العقل. ما الأدوات التي تخدم العقل؟ العلوم التي تخدم التدبر.
ما العلوم التي تخدم التطبر؟ قلنا اللغة، والعلوم التي أقرها العلماء وأقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عباس من بعدي، وقام عليها منهج تفسير تفسير القرآن الكريم اللي هي علوم أصول التفسير وعلوم القرآن. طيب ما هذه العلوم؟ هي الآلات أو الآليات التي نستخدمها في فهم كتاب الله. يبقى إذن هذا العلم أو هذه العلوم لا تقوم إلا على العقل. يبقى احنا لما نيجي نتحدث عن التدبر او اي علم هنتحدث ان هناك نحن علومنا تتعامل مع العقل، والاليات اللي الدكتور بقى اللي الدكتور حسن بيتحدث فيه الان بيقول ايه بقى؟ بيقول انت قرات، بس لما قراته ايه بقى؟ قراته عن وعي بالاليات التي تعينكم على التدبر، الآليات التي أعانت على التدبر ثم وصلت إلى المراد الله ومقصده في تهذيب السلوك وتشذيب الروح وشحذ الهمة والوقوف على معنى جديد من كتاب الله. هذه الآليات هي ما يسمى بالعلوم العقلية، بالأدوات العقلية. يبقى إذن نحن أمام علوم عقلية، نحن أمام أساليب عقلية أدت إلى الوصول إلى المعنى الهدائي أو الروحي الذي يجعلنا نتصل بتلك الغيبيات ونحصلها ونقف عليها ونتعامل معها كي نصل إلى الدنيا الدار الآخرة. هو ده المعنى التاني اللي أنا كنت عاوزة أتمنى يكون وصل، ولا أنا لفيت بيكو؟ ألو؟ ألو؟ ايوه دكتوره معاك. هو حد يعني عاوزين انا تسالوني معاك، بس هو الفكره ان هو يمكن انت فصلتي، فممكن انك تكون تاهت منك بس شويه. فاحنا هنا يعني هو الناس بدات ترد عليكي، ف نعم. طب يعني اعمل ايه؟ لا ما تعمليش حاجه، هنكمل و لغاية ما الناس تكون، هنحاول نربط بقى الكلام اللي انت قلتيه ده بالشرح اللي احنا قلناه. احنا هنا عندنا عايزين بنربط بين العقل والقلب عن طريق اللي هو الاستشعار او التعايش مع الآيات. فأنا الفكرة اللي احنا بنحاول نركز عليها في المحاضرة دي، انا عايز اتعايش مع الآية. فانا عشان اتعايش مع الآية انا مش محتاج اي حاجة تفصلني عن الآية، فمحتاج ان وقت يكون ما فيش فيه اضطراب. ده يعني ده الدرس بتاع النهارده، ان انا عايز استشعر بحلاوه هذا القران الكريم واجهز نفسي للعمل ده. فعشان اتقن هذا الموضوع محتاج ان انا اختار وقت بحيث ان انا اكون جهزت اعددت نفسي كويس. يعني احنا يعني ولله المثل الاعلى، عندما نريد ان ندخل على اختبار او ما شابه بنجهز هذا الاختبار، بنختار بقى الوقت كويس الأكثر تركيزا وما شابه، بنعمل له خطة الكلام ده كله. فإحنا محتاجين نستعد. إحنا الدكتورة اتكلمت كلام مهم جدا، يمكن إحنا سهلنا بإن إحنا قلنا لا، طب إحنا المرة دي بقى عشان ما يبقاش حد ليه أي حاجة استعينوا بكتب التفسير وفي صورة معروفة عشان نصل إلى الهدف بتاعنا. أو أدوات التدبر إحنا بنتعلمها مع بعض. اللي إحنا عايزين نركز عليه إن إحنا نتعايش أكثر مع القرآن الكريم مع الآيات. بعد ما تفهم المعنى، يعني خلي الآية دي بتخطط إنك لابد أن تعمل بها. ده اللي إحنا عايزين يعني نبسطه تمام من خلال الشرح. كل واحد طبعا قرأ في تفسير مختلف. يعني في برضو بعض التفسير اتكلمت على ان قولا ثقيلا، في بعض الاراء قالت ان هو يعني ممكن انت تقرا ولكن العمل محتاج الى تهيئه. هو يمكن هو يسر للقراءه وللفهم، ولكن انت تحتاج ان تجاهد نفسك وتجاهد الشيطان لكي تعمل بهذه الآية. فجزاكم الله خير يا دكتور،
نشوف لو حد تاني حابب، لو في حاجة عايزة تكملي أو لو حد تاني عايز يتدخل. طيب مين تاني يا جماعة استشعر؟ يعني أنا عايز أشوف تجربتكم مع الآيات، يعني حتى اللي حابب يكتب مفيش عندنا مشكلة، اللي حابب يعني يتكلم المايك مفتوح للجميع يعني. تفضلي. ألو، طيب لغاية ما حد يتشجع القراءة هنراجع بس احنا ايه المبادئ اللي احنا اتكلمنا فيها. احنا اتكلمنا دلوقتي على الدورة دي، بتتكلم عن مبادئ تدبر القرآن الكريم، وقلنا إن محتاج إن أنا أحدد هدفي من القراءة، وقلنا اجعل هدفك هو الاهتداء بهذا القرآن الكريم أو والاهتداء إلى الصراط المستقيم. تمام. بعد كده عايزين نتعلم كيف نسأل الآيات، يعني إحنا بنحاول نسأل الآيات أكبر عدد من الأسئلة. يمكن في البداية سنبحث على إجابات، في الأول إحنا سنتعلم كيف نسأل. السؤال الجيد هو إجابته هتلاقيها موجودة يعني. تمام. ولا أدخل على القرآن بأفكار مسبقة، يعني أنا محتاج إن أنا أدخل أتعلم من هذا القرآن الكريم، فبالتالي أنا لو في فكرة عندي مستحضرها وبسقط الآيات عليها دي مشكلة، لأن ممكن تكون هذه الفكرة خاطئة، فأنا محتاج إن أنا أتعلم من القرآن الكريم، فممكن أصحح أفكار تكون متوارثة عندي وتكون خاطئة. في المعاني القرآنية والمعاني الاصطلاحية ليها دي من خلال الدور هنقدر يعني نوصل نفرق بينهم. عندنا قلنا مستويات التدبر، في التدبر على مستوى الحرف، الكلمة، الآية، السورة، الكتاب. قلنا في الكلمة، الكلمة لها مشتقات، وإحنا الدورة دي كلها بتتكتب حول يعني كلمة، يعني الأصل الكلمة أراحم، الراء والحاء والميم. وعندنا نواقض الكلمة، في كلمات في المعنى ذاته، في الصورة، في الآية نفسها، يعني الآية كلبنة من لبنات الصورة بتقدر يبقى تخلي الصورة فيها أكتر من موضوع. واتكلمنا على يعني احنا اتكلمنا أثناء الدورة إن احنا بنحاول نجتهد في التعامل مع القرآن الكريم كأنه أنزل علينا، بفهم الفهم المعنى الإجمالي للآيات. ممكن ده احنا لما استعنا بكتاب التفسير وجدناه، وفي صور ممكن نكون المعاني فيها واضحة أكتر من كده، ممكن ما نبقاش محتاجين كتاب للتفسير. الترتيل بقى يعني، والصورة اتكلمت على الترتيل يعني، أصلا ورتل القرآن ترتيلا، فده يعني سيجعلك تنتفع بالقرآن الكريم. الإكثار من التلاوة والدعاء، يعني أن تلح على الله سبحانه وتعالى بأن يفتح عليك. طيب احنا ايه اللي يمنعني من الاستفادة من القرآن الكريم؟ ان انا الهدف عندي غايب، مش محدد الهدف، انا بقرأ يعني بقرأ وبحاول ان انا يعني لا اتوقف عند الآيات. اختلاط النوايا، طبعا النية دي حاجة مهمة جدا. الكفر للأسف ان هو بالعكس، يعني ممكن اذا قرأ فسيزداده ضلالا، وده لان ده هو داخل بأفكار مسبقة، هو داخل عشان يشكك في هذا القرآن الكريم. المجادلة والكذب. طيب عشان برضو أستفيد من القرآن الكريم زي ما احنا بنكمل، هو كله بس بيركز على الموضوع، يمكن احنا بنكررها بأكثر من طريقة بحيث إن احنا يعني نصل إلى إن
كل واحد بيفهم بطريقة مختلفة، أو بنربط، خلينا يعني بنربط بطريقة مختلفة. فأنا عندي يعني لازم أتأدب وأعظم القرآن الكريم عند القراءة. عندي بيكون رغبة، الرغبة دي بتزيد مع الوقت. أنت إذا بدأت تحب هذه القراءة وتستمتع إنك اخترت وقت مناسب، فتجد إن ده مع الوقت يزيد معك الرغبة. بعد كده عندما تبدأ في التدبر تجد حلاوة في هذا التدبر، ونفس الحكاية الرغبة والطلب عندك هيزيدوا. هنا بقى الاستماع والاتباع، أو القراءة والاتباع. نحاول آيات اللي فهمتها تبدأ تطبق. يعني خلينا نخفف عن نفسنا، احنا عرفنا إن احنا مهم إن احنا نتلو القرآن أو نرتب القرآن في الليل، ده أنفع لينا وأنفع للقلب. فهبدأ بنص ساعة طبعا يعني، بس خلي ده الحد الأدنى، يعني نخلي الحد الأدنى هو يبقى ده الاتباع. إحنا سمعنا الآية وقرأناها وفهمناها وبدأنا نتدبر، فأول حاجة هعملها أقوم عايز أقومها في الصلاة، عايز يعني تجلس وتتلو زي ما أنت الأنسب ليك، المهم الاستمرارية. طبعا نحاول أن نصل إلى الخشوع، يعني مع الوقت بقى نحاول إن إحنا يعني نصل إلى الخشوع ونستحضر عظمة الله سبحانه وتعالى. طيب تصوير القرآن اللي هو السؤال، سؤال الآية، إحنا برضو هنركز في السورة اللي إحنا بدأنا فيها، أو خلينا يعني نشوف سورة تانية يبقى فيه تنوع. احنا ممكن نبدأ بأول آيات سورة المؤمنون. احنا طلبنا يبقى احنا معانا نجهز معانا المصحف وكتاب للتفسير. إيه رأيكم؟ جاهزين؟ نفتح سورة المؤمنون ونقرأ أول آيات فيها. دكتور حسن، بس لو ثبت المايك لأنه الصوت بروح يعني وبيجي، يعني ثبت المايك. تمام. سورة المؤمنين حكيت؟ سورة المؤمنين. طيب مثلا أستاذ عيد أو شون سيد ممكن تقرأ هنقرأ. السلام عليكم فندم. وعليكم السلام. معلش الصوت بيروح ساعتها. الصوت بيروح، سامعني كده؟ طيب هو ممكن ايوه النت بقى فيه مشكلة كده. كده واضح؟ واضح فندم. طيب احنا عايزين هنقرأ أول 11 آية من السورة ونبدأ نثير حواليهم أسئلة، ده نتعلم بقى كيف نثير أسئلة يعني. فهنبقى تفضل مذكورا نقرأ الآيات سعادتك. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون
الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. جزاكم الله خيرا. وجزاك الله. طيب لو حبينا نشوف نبدأ نتدرب إن إحنا إزاي نثير أسئلة حوالين السورة، فإحنا عندنا 11 آية من سورة المؤمنون، فهنبدأ إن إحنا نطرح أسئلة حوالين السورة. هنحط قواعد، أول حاجة إن إحنا يعني النهاردة مش هنبحث عن إجابات هذه الأسئلة، سنثير أسئلة فقط. خلينا برضو القاعدة التانية، خلينا نضع أسئلة يعني تكون مرتبطة بينا أو تكون مرتبطة بالهدف اللي احنا حاطينه وهو الاهتداء بهذا القرآن الكريم. خلينا نبعد عن الاشتقاقات اللغوية، يعني الفرق بين كلمة وكلمة أو ما ذلك، ده برضو مش السياق بتاعه أو مش ده اللي أنا هركز عليه. إن احنا نخلي هدفنا هو الاهتداء بالقرآن الكريم، أنا إزاي كيف أنتفع من هذه الآية، يعني ده اللي هو ده التركيز بتاعنا في أثناء الأسئلة. فهنبدأ نثير أسئلة حوالين السورة. ممكن يعني هغششكم شوية، احنا ممكن نسأل السورة مثلا دي مكية أو مدنية إذا كان ده موجود، زي ما احنا قلنا احنا هذه المحاضرة لن نجيب على الأسئلة، نتعلم كيف إثارة الأسئلة. وممكن الأسئلة الإخوة والأخوات هيبدأوا يكتبوها على الشات أو تتقال بالمايك، ممكن نبني على أسئلة بعض، يعني بلاش نكرر الأسئلة، ولكن أنا ممكن من خلال سؤال أبني سؤال آخر. اتفقنا يا جماعة؟ واضح اللي إحنا هنعمله؟ طيب سمعوني أو اكتبوا لي على الشات إن هو واضح، ولو حد مش واضح برضه يقول لي إن هو مش واضح، بس يعني لازم تقول إن هو واضح أو مش واضح، يعني لازم. طيب واضح، تمام واضح. ممكن اتنين، نوضح بمثال سعادتك لو سمحت. ما هو انتوا اللي هتعملوا مثال، نكمل بس. يبقى انت كده محتاج مثال، ماشي، يبقى ده الإجابة في النص، ماشي كده دكتور، ثلاثة. يعني ممكن أسوي من الآيات، أنا عندي سؤالين يعني. طب خلينا بس نشوف موقف الناس عشان يبقى بس كل الناس مركزة معانا، وبعد تمام. كده نثير الأسئلة وما شابه يعني. نعم. طيب احنا كده في 4 اتكلموا، 4 قالوا واضح، وفي الأستاذ عيد قال محتاجين مثال، فباقي الناس يعني ممكن اللي مش حابب يشارك صوت يكتب مش تمام. أستاذة مروة، أستاذة شريف، أستاذة عبير، أنا أفترض إن الأستاذ رجاء وأستاذ عبير واضح لأنهم معايا بقالهم فترة في الدورات، فهنبدأ بقى إن شاء الله. اتفضل أستاذ، كان إيه مين أستاذ عمر سأل سؤال، عنده سؤالين، اتفضل الأول. باشمهندس عمر، السلام عليكم. عليكم السلام. السؤال الأول يعني من الآية الأولى، قد أفلح المؤمنون، كيف أفلح المؤمنون؟ ما يعني بماذا أفلحوا؟ يعني ماذا فعلوا والنتيجة هي الفلاح يعني. السؤال الثاني، ومن هم المؤمنون؟ والله عز وجل بعد في الآيات قال من هم المؤمنون يعني. احنا مش هنجيب، احنا هنسأل بس، نعم، أكيد. عشان اذا انت بدأت تحاول تجيب هتكسر الأسئلة عند نطاق معين، فاحنا بنتعلم نثير الأسئلة، لأن مع كثرة الأسئلة سنجد بعد كده هدايات أكثر إن شاء الله. طيب الأستاذة فريدة كاتبة ما معنى أفلح، جميل جدا. طب نبدأ يا جماعة في التمرين، هو الأسئلة هتبقى ما شابه ذلك يعني. اتفضل اتفضل. عندي سؤال أيضا، السلام عليكم أولا، تسمعوني؟ لا الصوت مش واضح، هو في صوت لكن مش واضح. النت عندي ضعيف كثيرا اليوم. طيب ما فيش مشكلة، حاولي إذا يعني ما قدرناش نسمع. أنتظر أو أنزع. والآن؟ الآن أفضل، تفضل. الآن أحسن؟ أيوه أفضل. أوضح. كنت لاحظت بأنه في سورة المؤمنون هناك 6 أطوار يذكر الله بعد صفات المؤمنين، يذكر 6 أطوار
لخلق جسم الإنسان، وقبلها يذكر لنا 6 صفات للمؤمنين. هذه الصفات أغلبها جسدية، يعني أنا لما كنت بحث في سورة المؤمنون وجدت أنه هناك صفات جسدية وصفات باطنية، صفات القلب في محور الصورة بالضبط، يعني في مركز الصورة بالضبط. تلك 6 صفات متعلقة تعلق كبير، ربما هذا هو السؤال اللي نطرحه الآن، ما علاقة كل صفة بالطور؟ يعني الصفة الأولى مع الطور الأول، الصفة الثانية مع الطور الثاني إلى غير ذلك. أنا لما بحثت وجدت أنه هناك، لا أدري إن كان إسقاطي صحيح، كنت بعت لك أستاذ الملف تاعي نتناوله إن شاء الله في وقته، ولكن هذا هو الآن. لماذا ذكر الله مباشرة بعد 6 صفات 6 أطوار، وما هي علاقة العلاقة بينهم 6 مع 6 الأولين؟ والله أعلم. تمام، جزاكم الله خير. خلينا خليها كده زي أسئلة، احنا مش هنجيب دلوقتي. بالعكس انت كمان حتى بما انك قرأت في الموضوع، لا حاولي تكتبي أسئلة اكتر، لان ممكن تضيفي اللي وصلتي له قبل كده. فخلينا يعني ركزي في هذه النقطة. تمام، طيب. حتى لا أتأثر بما وجدته. نعم طيب. الأستاذة كتبت: ما معنى أفلح من هم المفلحون؟ الأستاذة رجاء: وعليكم السلام ورحمة الله. ما معنى أفلح المؤمنون؟ وما معنى الخشوع في الصلاة؟ ولماذا ارتبطت الصلاة؟ ما معنى عن اللغو معرضون؟ وكيف يكون الإعراض؟ ما المقصود بالذين هم للزكاة فاعلون؟ تمام، محتاجين أسئلة أكتر. يعني الأستاذة مروة، الأستاذة شريفة شاركوا معانا، أستاذة نوها أيضا. محتاجين يا جماعة كلنا نشارك عشان نصل من هم المؤمنون، وما هي مظاهر الفلاح، وما هي نتيجة حصادهم. كيف يكون الخشوع في الصلاة؟ تمام، كيف نكون من المحافظين على الصلاة؟ تمام، هل أنا ممن يخشع في صلاتهم؟ ده جميل، أنت بدأت تربطي اللي هو نفسك بالآيات، وده دي خطوة مهمة. ما هي مراحل خلق الإنسان؟ مش موجودة أصلا مراحل خلق الإنسان، لسه ما وصلناش، مش في الحداشر، في الحداشر آية دول. هي دي هتيجي، اللي هي يمكن لما اتكلمت عن الموضوع ربطنا الموضوع، فدي هتبقى النقطة اللي بعد كده. يا جماعة عايزين أسئلة أكتر، لأن الأسئلة دي هي بعد كده اللي هتوصل لنا الهدايات. إن بعد كده هبحث عن إجابات، هبحث بقى أتدبر على مستوى الكلمة أو على مستوى الآية على مستوى الصورة، وبالتالي هبدأ أربط الكلام ده كله ببعضه، فبالتالي هبدأ أتدبر. فالسؤال ده مهم جدا يعني، فعايزين نتدرب مع بعض ان احنا ازاي نسأل. وزي ما احنا قلنا، احنا شروطنا ان احنا هنسأل علي خصنا، اللي هو يعني انا كيف اهتدي بهذه الايات وما شابه. طيب، هل ذكر الصلاه مرتين في صفات المؤمنين دليل على اهميه الصلاه وانها افضل من؟ تمام، يعني ده سؤال كويس، ولو ان انت مجاوبه فيه، بس هو خلينا ممكن اللي انت كاتباه ده يبقى فيه اكتر من سؤال كمان. ما ثواب المفلحون؟ تمام، مين عايز يتكلم؟ اتفضل. ما هي سبل الفلاح، اللي وراء والفوز بوراثة الجنة؟ جميل جدا،
هو انت كده بتربط بين الفلاح والوارثون او الفرداف. ده جميل جدا. أيضا هناك علاقة مع سورة الحج، أواخر سورة الحج، من ضمن جميل الله جدا. خليني بقى يكفل انا ما اقرا لا السؤال يكفل. ده، معلش هقطعك لنقطة مهمة وبعد كده تيجي تكمل. دي نقطة مهمة جدا ان انت اصبتيها، علاقة السورة دي بالسورة اللي قبلها او السورة اللي بعدها، دي نقطة مهمة جدا، وخاصة ختام السورة مع بداية السورة التانية، فده بيبقى سؤال مهم جدا وبيبقى فيه فوائد كتيرة جدا. عذرا على المقاطعة بس لان دي نقطة جوهرية، فتفضلي كمل. نعم، فقط كنت لاحظت بأنه كأنه سورة المؤمنون جاءت ردا ولا تكملة لأواخر سورة الحج بعدما تكلم الله عن المؤمنين، إذا أنت هنا تذكر مواصفاته. فقط أستاذ أردت أن أسأل، هل نتدبر في الصفحة الأولى فقط ولا الآيات الأولى فقط أو كل سورة؟ يعني هذه لا احنا أسئلة في لي التمرين نذكرها ده، للإشارة. التمرين اللي احنا بنعمله بقى ده، بس احنا بنتمرن عليها، يبقى ال 11 آية دول، لكن الواجب هيبقى السورة كاملة. حاضر حاضر بس احنا عشان يبقى كلنا مارسنا عمليا ومفيش حد غاب عنه طبيعة الأسئلة، هيبقى السورة كاملة، لأن عشان نربط السورة ببعضها الأسئلة، وبرضه لن نبحث عن إجابات، بس من الأسئلة المهمة زي ما احنا شفنا ممكن علاقة يعني خلينا في السورة نفسها، علاقة الآية بالآية اللي قبلها، علاقة نعم بداية السورة بنهاية السورة، علاقة نعم موضوعات السورة، إيه هي موضوعات السورة؟ ده ممكن يكون سؤال، يعني هل السورة دي فيها موضوع واحد ولا أكتر من موضوع؟ إيه مقصد السورة دي أصلا؟ يعني ده حاجة مهمة، إحنا بنتكلم عن الهدف، طب ما هي كل سورة من دول لها مقصد أو أكتر. فانا هل انا اصلا هدفي اقترب من مقصد هذه الصوره؟ هل ان انا وانا بقرا هذه الصوره عندما استحضر هذا المقصد يعني فببدا اوجه البوصله بتاعتي عليه؟ دي نقطه مهمه، علاقه الصوره دي بالصوره اللي بعدها، تمام؟ هل في تسلسل بين الصور دي وفي رابط بينهم ولا لا؟ ممكن نحن نصل على اجابات وممكن ما نصلش، يعني ممكن تكون في اجابه مباشرة وممكن تكون في إجابة لا، يعني تاخد وقت كبير، وممكن في لا، ده الإجابات دي للمتخصصين، فنبدأ نعم نبحث في الناس اللي كتبت في المواضيع دي. تمام، اتفضل أيضا أستاذ معاك، اتفضل. هناك مسألة الرعاية والمحافظة، نلاحظ بالنسبة للأمانة ذكر الله راعون، لكن بالنسبة للصلاة وبالنسبة للفروج ذكر المحافظة، لا يجب أن ما هو الفرق ما بين الرعاية ولا المحافظة، ولماذا ذكر هنا رعاية وهنا محافظة بالذات؟ جزاكم الله خيرا. هو الجميل ان انت بداتي توجهي نفسك، لا يعني حتى ولو ان الاجابه حاضره في ذهنك، لا انت بداتي تسالي، ولو جربتي بقى يعني تعملي الكلام ده مع عدم الدخول بافكار مسبقه، هتلاقي ان انت النقطه اللي انت بحثت فيها قبل كده وحاولت تثيري اسئله عليها، هتخرجي بفوائد اضعاف اللي انت خرجتي بيه قبل كده، وهتضيفي للبحث اللي أكيد عملتيه قبل كده. أكيد أكيد أكيد، لا 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 أسجن نفسي في ما وجدته من قبل، لا لا، أطرح تساؤلات فقط. جزاكم الله خير. شكرا. طيب الأستاذ رجاء كتبت، هل ذكر السلام مرتين في صفات؟ طب ما معنى الأمانة والعهد؟ هل أنا من المؤمنين؟ وهل إذا كنت أتصف ببعض هذه الصفات ده أعتبر من المؤمنين؟ طيب والذين هم عن اللغو معرضون؟ جميل، إيه سؤالك أستاذ شريف؟ شريفة شريف، احنا محتاجين سؤال حواليها، يعني انت كتبت الآية، فايه السؤال؟ احنا بنثير أسئلة، ممكن تثير أسئلة حواليها، فما هو اللغو يعني، وكيف الإعراض عن اللغو لو احنا بنحاول نطبق مع بعض؟ اعتقد ان الموضوع كده واضح، هي الفكرة بقى ان احنا
هنعتقد إن الأسئلة كده انتهت، فهندي بقى النقطة التانية في المبادئ أو في النقاط، المهارات اللي إحنا نتعلمها، هنكرر قراءة الآية أكتر من مرة، تمام؟ وكل مرة نحاول نكتب أسئلة. طيب مع الوقت خلصت، خلاص بقى بنشغل بأمر تاني، وبعد كده برجع يعني في وقت آخر أعيد قراءة السورة، أقرأها أثناء الصلاة. والنقطة الثالثة بدون الأسئلة بعد كل مرة، يبقى أنا بثير الأسئلة، ده أبحث على إجابات، يبقى ده أول حاجة هنعملها. تاني نقطة، طبعا احنا قلنا إيه شروط الأسئلة اللي احنا بنسألها. تاني نقطة إن أنا بأكرر قراءة الآية أكتر من مرة، ممكن أكرر قراءة المقطع بقى بعد كده أكتر من مرة، تمام؟ بصلي بيه. النقطة اللي بعد كده بقى إن أنا بدون الأسئلة بعد كل مرة، فلا تكتفي بمجرد الأسئلة، فعشان كده التمرين ده ما تخليهوش للآخر، يعني ابدأوا فيه من اليوم. أنا مش محتاج أكتر من نص ساعة اللي اتفقنا عليها ليلا، تمام؟ طيب أستاذ شريف، أنا هناخد إن ده سؤالك، ما معنى هذه الآية أو ما تفسيرها، تمام؟ ده سؤال. إذا أنت حابة تعرفي معناها، ممكن شوفي أي من كتب التفسير وتقرأي فيه، هتجد الإجابة. بس خلينا الأول خلي السؤال ده في ذهنك لغاية ما تبحث، تمام يا جماعة كده؟ نعم. أيضا أستاذ، اسم السورة بالذات هو سورة المؤمنون، يعني إذا كنا كذلك فهذه السورة تخصنا بامتياز، يعني إذا يعني علينا أن نسقط أنفسنا على آيات هذه السورة أو على الصفات المذكورة لنرى هل نحن ضمنها أم لا. جميل جدا، جزاكم الله خير، دي نقطة مهمة جدا برضو من الحاجات اللي احنا بنتعلم. يعني هي الفكرة يا جماعة زي ما احنا قلنا، هي الدورة دي يعني بغض النظر عن المسمى بتاعها، هي للتعايش مع القرآن الكريم وآيات، يعني اللي احنا بنحاول نعمله احنا بنتعايش أكتر مع آيات القرآن ونتفاعل معها، ده اللي احنا بنحاول نعمله. بنقول بقى في أثناء ذلك بعض الملحوظات والمهارات اللي تحاول تساعدنا على كده، يعني زي ما احنا قلنا إن أنا أسقط الآيات على قلبي، إن أنا بحاول أجعلها تتنزل على القلب، بحاول أخلي الآيات دي تكلمني. السورة نفسها زي ما أستاذ قالت المؤمنون، فأنا يعني أنا أريد أن أكون منهم، فبالتالي إن أنا المفترض إن أنا أقرأ وأستمع وأتدبر، وبعد كده أقول إيه؟ سمعنا وأطعنا نتبع. فهي دي النقطة، ممكن دراسة مثل هذه الصورة لعظمتها ممكن تاخد منها سنوات، بس يعني ده للعمل بها، يعني كلما وجدت صفة يجب أن تعمل بها يبقى بتعمل بها وتحاسب نفسك عليها وتعلمها لغيرك وهكذا. يبقى أنا بس عشان ما بحبش أطول في المحاضرات، عشان وقتكم، ألخص اللي إحنا قلناه النهاردة. إحنا دلوقتي اتكلمنا على أهمية ترتيل القرآن ليلا، تمام؟ سواء بقى هذا الترتيل داخل الصلاة في قيام الليل، أو أنت أردت أن ترتل القرآن، تمام؟ حسب وقتك، تمام؟ فقلنا إن إحنا هنبدأ نص ساعة، يا ريت نداوم عليها. أنا ده الحد الأدنى يا جماعة، يعني نص ساعة، تمام؟ عايز تخليها قبل الفجر مباشرة، عايز تخليها حسب يعني حسب ما ترى يعني، تمام؟ فده أول نقطة، يبقى كان أساس محاضرتنا النهاردة على اختيار الوقت الأنسب للترتيل، تمام؟ واتفقنا من خلال الآيات إن هو ليلاً. وقلنا إن إحنا سنتبع طالما إن القرآن الكريم ذكر ذلك، دي أول نقطة. النقطة التانية اتكلمنا عن إثارة الأسئلة، تمام؟ وقلنا إن التمرين دوت
مهم جدا، وده نبحث عن إجابات في أول مرة، والتمرين المرة دي على سورة المؤمنون كاملة. وانتوا بتبحثوا في سورة المؤمنون، لو وجدتوا آيات ليها علاقة بسورة الرحمة اكتبوه. يبقى أنا عندي تمرينين، هصير أسئلة حوالين سورة المؤمنون، تمام، وهبحث عن مادة رحمة خلال سورة المؤمنون كاملة. يعني أثناء قراءة السورة وإثارة الأسئلة، كلما أجد رحمة بكتبه، تمام. يبقى عندي تمرينين مع التطبيق اللي هو مستمر معانا، اللي هو ترتيل القرآن نص ساعة ليلا يعني. وإذا ده كان مع التمرين مع الصورة نفسها يبقى تمام. أنا كده بالنسبة لي خلصت. ألو، جزاك الله خير يا دكتور، معايا؟ اتفضل. معاك سامعين أتمنى، جزاك الله خير. حد مش واضح ليه الموضوع يا جماعة؟ يبقى احنا لخطنا الموضوع، ان احنا هنقرأ نص ساعة أو نرتب نص ساعة ليلا، خلوه حوالين التمرين اللي احنا قلناه. النقطة التانية سنثير أسئلة حول سورة المؤمنون. النقطة التالتة اللي وأنت بتقرأ إذا قابلتك مادة رحمة دونها، هتكتب إنه مادة رحمة في سورة المؤمنون. سورة المؤمنون، تمام؟ تمام دكتور، جزاك الله خير. جزاكم الله خيرا، نروح وشكرا نبعت عشان على الجروب، تستمر على مساعدتك. الله يبارك فيك، راح نبعت على الجروب تأكيد للواجب، يعني نقاط الثلاث اللي ذكرت. تمام، وأي حد يعني فاته واجب آخر يحاول يعني يكمل. يعني هو المرة دي برضو صورة، يعني احنا نفس مادة رحمة، بس هنركز في سورة المؤمنون، هنكتبها، تمام. وإثارة الأسئلة، فإثارة الأسئلة دي هتدون، والمادة رحمة دور اللي سيتم تسليمه الأسبوع القادم إن شاء الله. في أي حد ليه أي أسئلة؟ أنا خلصت. أو مقترحات برضو مرحبا بيها يعني. طيب لو مفيش أسئلة يعني، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. شكرا لكم جميعا، شكرا.